أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، أقدم لكم اليوم موعد مباراة الهلال السوداني وأكوا يونايتد النيجيري التي تقام بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018، كما تقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل. ويدير المباراة تحكيميا الحكم برنارد كاميل من سيشيل الذي يبلغ من العمر 43 عاما. ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال السوداني بنتيجة 2-0. وتقام مباراة الهلال السوداني وأكوا يونايتد النيجيري اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والـ7 بتوقيت الإمارات، والـ6 بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والـ3 بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الهلال السوداني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.